مشاكلنا كتير ومعظمها مش بنلاقي لها حلول، أسئلة كتير محيرانا وعامله لنا ربكة ومش بنلاقي إجابة عليها أو مش بنلاقي مصدر موثوق علشان يجاوبنا على أسئلتنا. مش بس كده، لكن أفكار ومخاوف كتير كل يوم بتواجهنا، ولكن مش بنقدر نعبر عنها للأشخاص المعنيين اللي يقدروا فعلا يساعدونا. برنامجنا برنامج المدققاتي هيناقش ويحلل ويدقق في المشاكل والأسئلة والأفكار والمخاوف علشان يساعدنا ان احنا نلاقي حلول لمشاكلنا واجابات لاسئلتنا. والنهارده مشكله بتواجه ناس كتير جدا في مجال البيزنس ومجال الاعمال، سواء كانت تجاريه او صناعيه او حتى المجالات اللي هي في الميديا والاعلام. مشكله بتواجه معظمنا انه مش بيعرف يسوق لنفسه، او مش بيعرف الفرق ما بين التسويق والتسويق، اني اسيء لنفسي كبراند او اني اسيء لنفسي كمنتج او لمنتجي، او اني اسوق لي بشكل جيد فيحقق نتائج كبيره ونتائج فعلا مجديه تكون بتعود عليا بالربح. عشان كده النهارده في ضيافتنا الاستاذ وليد البارودي، خبير التسويق الالكتروني والمحاضر والمدرب الدولي، هيكون بيتناقش معانا في افكار كتير جدا علشان يجاوب على بعض الاسئله اللي بتحيرنا ويحل معانا بعض المشاكل اللي مش بنلاقي لها حلول. انا برحب بضيفي العزيز استاذ وليد البارودي، اهلا مبسوط وسهلا جدا ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده. اهلا وسهلا بيك ومتابعينا الكرام، اهلا بيك. انا سامع بحضرتك. زي ما كنا بنقول ان موضوع التسويق الالكتروني او موضوع التسويق اللي هو الاوفلاين او الاونلاين، التسويق المباشر او من خلال الشاشات او من خلال السوشيال ميديا، موضوع كبير جدا والناس بتفكر انه سهل. فكتير جدا بنبقى عايزين نكسب فلوس، مش بنعرف نكسب، عايزين نحقق اعلى نسبة مشاهدات ومبيعات، ولكن للاسف مش بنقدر نوصل للي احنا عايزينه من الموضوع ده. ودي مشكلة على فكرة بتواجه معظم الناس، بتواجه التجار وبتواجه اصحاب الشركات، بتواجه اصحاب المحلات الصغيرة، بتواجه المذيعين، بتواجه الميديا عموما. انك توصل ده مش حاجة سهلة، رحلة كبيرة جدا، جيرني كده بنمشيها مع بعض. والنهاردة هيكون بيساعدنا استاذ وليد في ان احنا نتعلم ازاي نبدأها علشان اعمل تسويق. استاذ وليد، مش إساءة، مش تسويق للمنتج بتاعي، تمام. ابتدي الرحلة بتاعتي ازاي؟ بداية طبعا التسويق الإلكتروني، علشان تشتغل تسويق بشكله المعتاد أو اللي احنا نعرفه اللي احنا درسناه، لازم يكون عندك الأساسيات والبيزكس اللي انت المفروض تمشي عليها. التسويق في حد ذاته هو علم كبير، لازم ناخده خطوة خطوة. في عندنا أساسيات لازم يكون كلنا عارفينها. مجرد ان احنا تعدينا مرحلة الأساسيات ما اهتمناش بيها، ما كناش عارفين ايه الفرق اللي احنا نقدر نعمله، انا في تحديد اهدافي اللي انا عايز اوصل بيها، سواء للجمهور بتاعي، سواء ببيع بقى منتج، او سواء بصنع منتج، او سواء بقدم خدمه، كون انا مش عارف اي خطوه من الخطوات دي، فانا كده بأسيء للبراند بتاعي وبأسيء للمنتج اللي انا بقدمه للاشخاص. يعني مش عارف احدد ايه اللي انا هعلن عنه، يعني التحديد، عدم التحديد. عدم التحديد طبعا ده شيء خطير جدا، خاصة ان احنا في جملة مشهورة قوي او كلمة مشهورة قوي هنلاقيها مع كل الناس اللي بتتكلم في المجال، او سواء مع المدربين، او سواء مع حتى المحتويات الاورجانيك اللي موجودة اللي احنا بنقدر نتفرج عليها من خلال قنوات اليوتيوب. دايما يقول لك حدد ثم حدد ثم حدد. حدد هدفك، حدد العميل اللي انت عايز توصل له، حدد انت محتاج ايه من الاعلان اللي انت بتعمله. مجرد تحديدك الصحيح فانت قدرت توصل للنتيجة اللي انت عايزها. عدم تحديدك تحت اي بند من البنود في اي مرحله من المراحل فانت بتسيء بالفعل. بدل ما بتوصل للعميل الصح بتوصل للعميل الغلط. بدل ما بتوصل عشان يبقى عندك ترافيك كويس على الاعلان اللي انت عامله، بتلاقي نسبه مشاهدات عاليه جدا بس ما فيش عليها مردود. فانت من البدايه ما حددتش هل انت محتاج انك انت تعمل انتشار للعلامه التجاريه، ولا محتاج انك انت يبقى عندك رسائل. كل ما حددت هدفك كل ما كان وصولك للهدف اسرع بشكل او باخر. طب انا كعندي منتج او صاحب منتج انا عايز ابيع، يعني ايه اللي يخليني افكر فكره الانتشار دي؟ هل هي ضروريه فعلا؟ يعني انا عارف انه خلينا ناخدها ستيب باي ستيب. انا النهارده عايز ابيع، في ناس بتيجي تقول لي بعد اذنك انا محتاج ان انا اعمل اعلان. هل مجرد انك انت عملت اعلان كلفته مبلغ معين تاني يوم هيبقى عندك كم مهول من الطلبات؟ اكيد لا. لازم تعمل انتشار لعلامتك انت التجاريه، لازم يكون في عندك ثقه بتبنيها ما بينك وما بين العميل بتاعك، فده بياخد معاك وقت. الوقت اللي انت بتستهلكه في ده بعد كده بيريحك في حته البيع، لانك بتقدر بعد كده بعد ما بتبني ثقه ما بينك وما بين العميل بتاعك بيقدر يشتري منك بمنتهى الاريحيه. لكن حته ان انا اعمل اعلان النهارده عشان بكره انا محتاج منه مردود، دي بتبقى حاجات ممكن تحصل. احنا طبعا ما بننكرش ان ده ممكن يحصل، بس دايما بتكون خارج التوقعات.
يعني بيكون حظ المبتدئين. اللي هي جت بالصدفه كده يعني. مظبوط، جت بالصدفه. طب يعني احنا كده هنحدد اهدافنا ونحدد اللي احنا عايزينه منتجنا. ده بيقودني لسؤال تاني، يعني هل لما باجي اعرض منتج مثلا انا احدد هدفي خدمه، بيختلف في التسويق عن ان انا اكون بعمل منتج؟ طبعا. يعني ده بيكون ليه طرق وده ليه طرق، صح؟ ده ليه طرق وده ليه طرق. بيبدا اول طريق فيهم، وانا حتى بعمل كرييت للشغل بتاعي، سواء بدخل على السوشيال ميديا، هعمل صفحه على الفيسبوك مثلا، اول سؤال بيساله لي بيقول لي انت بتعمل براند شخصي ولا انت عندك منتج حابب تروج له، انت شخص بتشتغل في منشاه تجاريه؟ فده حتى بيبقى اول سؤال. فشيء طبيعي ان لا، ده بيختلف عن ده، طريقه الترويج لده مختلفه عن طريقه الترويج لده. حتى العملاء نفسهم اللي انا بخاطبهم، شيء طبيعي كل واحد فينا عندنا عنده مجموعه من العملاء. العملاء بتوعه لما بنيجي مثلا نتكلم على اعلانات السوشيال ميديا خاصه الفيسبوك، لا لازم تحدد طبعا سنهم بيكون قد ايه، سكنهم بيكون فين، اهتماماتهم اللي هم محتاجينها ايه، بالتارجت. انت لو انت شغال في الاريا اللي انت شغال فيها مثلا داخل محافظه واحده، ولا انت هتطلع بره، هل محتاج شركه شحن او لا، كل دي تفاصيل وديتيلز صغيره لازم تاخد وقتها الطبيعي معاك في دراستها. عشان كده بنطلب دايما من اي عميل او اي حد حابب ان هو يدخل المجال يشتغل صح، لازم يكون عنده بورتفوليو، ولازم يكون هو محدد اهدافه. دي لو قدرنا نطلع عليها بشكل مظبوط بنقدر نقدم الخدمه صحيحه. طيب امتى اقول ان انا وصلت مثلا للي انا عايزه من التسويق بتاعي، او ان انا اقول اخش بقى على مرحله انه ابيع؟ يعني انا ممكن اكون في مرحله الانتشار دلوقتي، هل دي بتختلف من منتج لمنتج؟ هل ليها مده محدده؟ هل ليها مؤشرات معينه تقول لي ابتدي بقى اشتغل على المسج؟ على حسب فهمي انه المسج ده اللي هو العميل بيدخل يقول لي انا عايز اشتري المنتج. يعني في البدايه يمكن بنعمل انتشار علشان الناس تفهم وتشوف الشكل بتاعي. هل ده بتتطلب مني متطلبات معينه وقت الانتشار، ان انا اعمل صوره بشكل معين، او ان انا اعرض فيديوهات بشكل معين؟ ازاي ما بقاش بسيء للمنتج بتاعي وانا في مرحله الانتشار؟ خليني اقول لحضرتك، انت دلوقتي علشان تعمل عمليه انتشار صحيحه، الانتشار اللي هنا بيبقى مطلوب منك فيه انك انت لازم توصل للعميل بتاعك مستواك انت كشركه، لان اعلانك اللي بيوصله هو شركتك اللي بتوصله. فلازم ده يتطلب منك انك انت يكون عندك كونتنت مظبوط عشان تقدر تخاطب بيه العميل. هل انت هتخاطبه فريندلي، ولا هتخاطبه بشكل رسمي، ولا هتخاطبه باي لغه؟ ده واحد. اتنين، انت في عندك بوست بتيجي تعرضه، او في عندك فيديو بتقدر تقدمه للعميل. البوست اللي انت بتقدمه لازم يكون جودته عاليه. لو انت هتقدم له فيديو لازم تحط له التفاصيل والديتيلز. لازم تفرق في الاساس ما بين المنتج اللي انت بتقدمه دون مواصفاته ايه ومميزاته ايه. مواصفاته الحاجات الديفولت اللي كل الناس ممكن تكون عارفاها، او بمعنى اصح الحاجه اللي موجوده في المنتج نفسه. لكن لما نيجي نتكلم على المميزات، انت هتريحني ازاي كعميل؟ هتلبي لي النيدز او الاحتياجات اللي عندي. انا عجبني جدا المثل اللي حضرتك قلته واحنا بنتناقش، واحب اقوله للجمهور، يعني احب الناس تسمعه، بتاع الكرسي و يعني مثلا لو اتكلمنا على الكرسي، الكرسي الناس كلها عارفه ان الكرسي هو الهدف الرئيسي منه ايه؟ ان الناس تقعد عليه. تمام. فلما هاجي اعرض على حد كرسي مش هقول له عشان تقعد عليه. لو قلت له عشان تقعد عليه، انا هنا قلت له دي المواصفه بتاعت الكرسي، ان دي صفه من صفاته ان الناس بتقعد على الكرسي. لكن لما نيجي نتكلم على المميزات، لا، الكرسي اللي انا بقدمه لك والله ممكن يشيل وزن لحد 120 كيلو. في كرسي تاني هو بيأدي نفس الغرض لكن هو بيشيل 60 كيلو. فاذا هنا في فرق ما بين الميزه اللي انا بقدمها للعميل بتاعي. ولما اجي اخاطب العميل، ما اروحش اخاطب العميل اللي يكون سليم، يعني ما بخاطبش انا الناس اللي ما يكونش وزنهم تقيل واقول له ان ده بيشيل لحد 120 كيلو، هو مش هيستفيد بالكرسي. انا عايز ادور على اللي محتاج لده. الميزه اهم حاجه انك تدور على النيد، الاحتياج بتاع العميل عشان تقدر تلبيه. لانك انت لو قدرت تعمل دون، انت حققت المعادله الاساسيه بتاعت ما هو التسويق. التسويق احنا بنشتغل على الحاجات اللي المفروض ليها احتياج عند الاودينس بتوعتي او العملاء بتوعي عشان اقدر اوفرها لهم. قدرت ان انا اوصل لده، نجحت ان انا اقدر اعمل بيعه. في الحاله دي المسج اللي حضرتك منتظرها هتجيلك وهيقول لك انا عايز اشتري من عندك. تمام. طبعا يعني معلومات جميله جدا، والموضوع ده موضوع فعلا شيق. وبعد الفاصل نخرج فاصل ونرجع مره تانية ونشوف باقي الاسئله نتناقش فيها ان شاء الله. برنامج المدققاتى برنامج عام يناقش القضايا العامة والقضايا الشائكة.
ويناقش احدث الترندات على السوشيال ميديا. برنامجنا برنامج المدققاتى، برنامج يتناسب مع كل الاسره. برنامجنا يستضيف اساتذه متخصصون ودكاتره متخصصون في مجالات متعدده تهم وتخص كل الاسره المصريه. برنامجنا يذاع كل يوم جمعه الساعه 5:30 على قناة الصحة والجمال. انتظرونا. اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبحب ارحب مره تانية بالاستاذ وليد البارودي، خبير التسويق الالكتروني والمدرب والمحاضر الدولي. الحقيقه المره دي انا حابب استفيد اكتر واعرف اكتر عن الخدمات الاخرى اللي بيقدمها، وازاي ممكن نستثمر الوقت دون من خلال الارقام اللي تظهر الاستاذ وليد على الشاشه، ونعرف كمان تواصل معاه عشان نستفيد اكبر استفاده من الخدمات اللي بيقدمها، سواء من خلال التريننج في شركته او من خلال الاستشارات التسويقيه حتى لو بالهاتف. يعني الحقيقه مش متاخر خالص، ودي عن كسب يعني وعن قرب. انا بقول ان الراجل ده مش متاخر عن اي حد خالص، بالعكس استاذ مقتدر وبيعرف كويس جدا يساعد الناس في المجال التسويق الالكتروني. برحب بحضرتك مره تانية. اهلا بيك. انا عايز بس اوصل لنقطه تانية مع العميل، يبقى انا كده محتاج احدد هدفي واحدد المواصفات والفرق بين المواصفات والمميزات. انا عايز الجمهور او المشاهد يتعلم او يستفيد اكبر قدر ممكن يعمل الخطوات دي صح علشان يوصل لها. طبعا يختلف الفيسبوك عن اليوتيوب عن ده، يعني في حاجات كده تقنية، وفي مرحلة ما بعد جذب العميل، اعتقد دي بتفرق. يعني نحب نسمع من حضرتك رأيك في الجزء ده. هو طبعا حضرتك كل بلاتفورم او كل مصدر انا بقدر اوصل بيه للعميل، تمام، كل حاجة ليها قواعد وليها رولز، فلازم اكون انا ملم بالقواعد اللي موجوده. فلو اتكلمنا على الجزء التقني، هنتكلم مثلا عن المشكله اللي قائمه حاليا دلوقتي. الناس كلها بتتكلم على الفيسبوك، كل يوم بيعمل تحديث، كل يوم منزل حاجه جديده، انا مش قادر الاحق معاه. لا حضرتك، لو انت مطلع من الاساس على القواعد اللي تقدر تتبعها علشان يوصل الاعلان بتاعك بشكل مظبوط للناس، هتلاقي ان كل التعديلات اللي بتحصل دلوقتي جزء كبير جدا منها هو في صالحك كعميل. انت النهارده بتدفع فلوس علشان تقدر توصل بالاعلان بتاعك لاكبر قدر ممكن من الناس. تمام. لو انت اتبعت القواعد المحطوطه مظبوط بشكل صحيح، هتقدر توصل للناس باقل تكلفه. تمام. لكن لو انا النهارده مش عارف ايه القواعد اللي انا بمشي عليها، فشيء طبيعي برضو ان احنا بنرجع لموضوع الحلقه بتاعنا، انك انت بتعمل تسويق، فلازم تكون انت فاهم. مظبوط، انت بتسيء، يعني انت مش بتسوق. كل بلاتفورم موجود القواعد بتاعتها والرولز بتاعتها، وتقدر تدخل عليها، تقدر تبص عليها بصه وتشوف ايه اللي انت بتطبقه او لا. وده ممكن كمان حتى من خلال السيرش، انك انت لو حبيت تقدر تبص على الاعلانات المنافسه، انت شايف ان في حد عامل بومنج او حد واصل كويس وانت لا، مع انك بتقدم خدمه جيده بسعر مناسب لكن ما فيش عليها مردود، ادخل شوف الصفحه بتاعته، هل في اختلاف في كذا او في كذا او في كذا، هتقدر تحدد انت محتاج ايه بالظبط عشان تقدر تعدله. طيب لو انا عملت كل اللي حضرتك بتقوله دون، عملت صفحه كويسه جدا وعملت صوره كويسه وعملت يعني فوتو كفر وعملت بروفايل بيكتشر وعملت لوجو وعملت كل الحاجات الجميله، وصورت حتى فيديو جميل وعرضته على الناس، وكان وعملت موشن جرافيك وعملت حاجات رائعه جدا زي ما كل الناس بتعمل، هل لحد دلوقتي واتبعت الحياه التقنيه، هل في امكانيه ان انا اسيء برضو المنتج بتاعي؟ عملت كل حاجه جابت لي العميل، هل لسه قدامي فرصه ان انا يا اما اكمل معاه لحد ما يشتري المنتج؟ انا لحد دلوقتي العميل ما اشتراش المنتج بتاعي. مظبوط. هل في حاجه تاني ممكن تسيء للعميل وتخليه يهرب مني؟ هو خلينا الاول نقول ان احنا لو عملنا الكلام ده كله، احنا قطعنا تقريبا 80% من المشوار الصحيح. ال 20% مع ان هم صغيرين جدا لكن هم شيء ضروري جدا. الرد على المسج، المودريتور اللي شغال على الصفحه، تمام، استقبالي انا للمسج ورد عليها بسرعه، مصداقيتي مع العميل. في حاجات تخص على فكرة الشخص اللي بيعلن، تمام، دي تخص التقنية لان هو فاهم ازاي يعمل الاعلان. تمام. لكن ما وراء الاعلان ده كله بيخص الشخص المنتج او الشخص اللي بيبيع الخدمة. لو انا حد برد كويس، بقدر ارد على العملاء بشكل محترم، بستوعب العميل اللي بيسأل، لان لازم دايما ابقى فاهم ان انا احط نفسي مكان العميل، مش معنى انا عارف المنتج بتاعي يبقى الناس كلها عارفاه. فانا كون ان انا اقدر اقدم الخدمة دي بشكل صحيح،
انا كده بقدر اتعدى الجزء اللي فاضل اللي هو 20%. فلازم ان انا ابقى مظبوط بتابعه صح يعني. مظبوط، دي لازم المتابعة طبعا. طيب ده بيحتاج مني ايه؟ يعني انا شايف ان احنا وصلنا لنقطة كويسة جدا، وانا عايز اخاطب المشاهد اذا كان شاب او صاحب مصنع او صاحب شركة، يعني احنا خدنا ستيب باي ستيب. انا محتاج احدد هدفي واحدد انا فين وعايز اوصل لفين وايه الحاجة اللي معايا وازاي اظهرها بشكل كويس، اتعلم تقنيات كويسة، الحاجات اللي تخص القواعد الفيسبوك او اليوتيوب، مش بس كده لكن كمان انا محتاج اكتسب مهارات الرد على رسائل. رد صح؟ يعني انا ده اللي انا فهمته من حضرتك، مظبوط. اكتسب مهارات انه انا ما اسيئش للشخص اللي بيتعامل معايا. اوقات كتير جدا بيبقى العميل عايز رد بسرعه، او هو متسرع، او مش فاهم، او يسال السؤال اكتر من مره. فلو اللي بيبيع خلقه ضيق شويه، بالبلدي يعني خلقه ضيق، تمام، كده بيسيء للمنتج بتاعه صح؟ كده اكيد طبعا، بيخسر يعني، اكيد لحد طبعا. دلوقتي هو ممكن يفقد عميله. بص حضرتك، خلينا نحكم الاجابه على السؤال بشكل منطقي، ويخلي كمان العميل بتاعنا او المتابع بتاعنا يفهم كويس قوي هو ممكن يعمل ايه بمنتهى البساطه. تمام. فهي رساله انا بحب طبعا اوجهها للمتابعين، الموضوع ما هواش بالصعوبه اللي الناس بتتخيلها. انا محتاج فقط ان انا يكون عندي الاساسيات اللي اقدر افهم بيها طبيعه اداره شغلي، ثم بعد ذلك ببتدي ادخل على مرحله التعلم، اتعلم ازاي ابتدي اخد الاساسيات دي واشتغل بيها. الجزء الاخير ان انا ابتدي اطبق الاساسيات اللي انا اتعلمتها، فلو انا قدرت ان انا اطبق يبقى ده كويس. لو انا عندي وقت ان انا اعمل ده، ما عنديش وقت اعمل ده، بضطر ان انا الجأ لناس محترفه في المجال هي اللي بتعمل الشغل ده، وانا عن طريق شركات التسويق او فريلانسر ايا كان واتيفر. لكن لازم حضرتك تبقى عارف ان اهم استثمار انت بتستثمره هو العلم اللي انت بتحصل عليه والمعرفه. فشيء بسيط من المعرفه او الثقافه ثم التعلم ثم التطبيق، هتلاقي نفسك انت على الطريق الصحيح، والموضوع على فكرة بسيط جدا، كل الناس تقدر تتعلم وكل الناس تقدر انها توصل، بس اهم حاجة التشانل او القناة اللي انت هتمشي عليها، بالاضافة الى التحديد ثم التحديد ثم التحديد. طيب احنا فهمنا دلوقتي حتتين مهمين جدا، وانا عايز انوه عليهم للمشاهدين والمتابعين بتوعنا، انه في تعليم، مرحلة التعليم ومرحلة التدريب. واعتقد حضرتك قلنا شركة توجيزر وماركتنج ستوديو بيقدموا الخدمات دي، حضرتك بتقدم ده في شكل سيشن او كورسز، بنتعلم وبنتدرب على التسويق الالكتروني. مظبوط. فازاي ده نقدر نساعد بيه الناس؟ وده هيحصل ازاي يعني؟ برضو الارقام هتظهر حضراتكم على الشاشة واحنا بنسمع عن الموضوع ده، ممكن تاخدوا الارقام تسجلوها لو حبيتوا اي استشارات، او ان يكون في تدريبات تحصل على التدريبات. طبعا احنا بنرحب مبدئيا بكل الاحبه وكل الناس والمتابعين اللي بيشوفونا. احنا كمان عاملين عندنا حاجه لطيفه جدا، ان احنا لازم يكون في عندي فورم كده بيملاها العميل لو هو حابب ان هو يدخل عندي في اي مرحله من الثلاثه. في عندي عملاء بيبقى عندهم خلفيه كويسه جدا على فكره، لكن هم التطبيق عندهم هو هو اللي اللي فيه ضعيف. مشكلة. فبالتالي احنا لازم نقعد مع العميل الاول قبل ما ياخد القرار، وقبل احنا نفسنا ما ناخد القرار. بناء على المشكله اللي عند العميل بنقدر نوجهه، هل انت محتاج تخش في المرحله الاولى انك انت لازم تتعلم، ولا تخش على المرحله الثانيه انك انت لازم تطبق فبنساعده على دون، او انت محتاج استشاره عشان تعدل بيها مشكله قائمه بالفعل. تمام. فطبعا احنا يعني مبدئيا كده بنقول احنا بنقدر نقدم الثلاث خدمات، وفي نفس الوقت بنوفر على العميل ان هو يخش في المراحل دي بدون علم. بالظبط، يبقى فاهم هو بيعمل ايه. مظبوط، عشان برضو نوفر على العميل وقته ومجهوده يعني. الحقيقه نتيجه كويسه جدا ان احنا وصلنا لها، ودي عشان نتعلم ازاي نسوق لمنتجاتنا مش نسيء لمنتجاتنا. حابب اشكر استاذ وليد البارودي على حلقه ممتعه وجميله، ميرسي جدا. ولا زالت الفرصه قائمه، راسلونا على قناه اليوتيوب او الفيسبوك بمشاكلكم علشان نقدر نناقشها في الحلقات القادمه باذن الله.